كثيرا ما يسأل الناس عن فضائل السور، أو ربما يرسلون سورا من القرآن كسورة ياسين لبيان فضلها، أو سورة الدخان أو ما شابه ذلك. وأنا أعطيك قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار، قال مبين قواعد الأحاديث الضعيفة، قال: ومنها، يعني من الأحاديث التي لا تصح، قال: ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا فله أجر كذا من أول القرآن إلى آخره، كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في أول كل سورة. وقال ابن المبارك: أظن أن الزنادقة وضعوها. قال: والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، قال: ومثله حديث البقرة وآل عمران من أنهما الزهروان، وحديث آية الكرسي وهي أعظم آية، وكذلك حديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفته، وكذلك سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وكذلك حديث العشر آيات من أول سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وكذلك حديث قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن. قال: ولم يصح في فضائل سورة ما صح في هذه السورة. قال: وكذلك حديث المعوذتين وأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. قال: ويل هذه الأحاديث في الصحة، يعني تلك الأحاديث السابقة صحيحة لكن أقل منها في الصحة وهي صحيحة، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، حديث تبارك من أنها المنجية من عذاب القبر وهي سورة الملك. قال: ثم سائر الأحاديث بعد ذلك فإنها لا تصح، مثل قول من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا، فموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير صحيحة، ولذلك اعترف واضعها بوضعها، قال: قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره. قال: وهذا من الجهل. قال بعض جهال والضاعين في هذا النوع، قالوا: نكذب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نكذب عليه. قال: ولم يعلم هذا الجهل أنه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد. إذن فيما سوى السور والآيات التي ذكرها رحمه الله فيما مضى فإنها لا تصح. إذن من يقول سورة ياسين أنها تفرج الهموم وأنها تخرج من السجون، وذكروا أشياء، وكذلك ما ذكروا عن سورة الدخان أو ما شابه ذلك، فهذه قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، فاستفد منها رعاك الله.